السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ. اليوم إن شاء الله نعلمكم كيف تديروا طريقة كتابة النص العلمي ونديروا مثال حول الجيولوجيا. من فضلكم حاولوا تبارطاجيو هذا الفيديو. نستناو شوية تطلع يلحقوا التلاميذ ونبدأ مع بعضنا. حاولوا تبارطاجيو هذا الفيديو من فضلكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ. إذا نبدأ مع بعضنا اليوم في منهجية كتابة نص علمي أو طريقة كتابة نص علمي بالمنهجية الجديدة. إذا أول حاجة نديرو الخطوات. إذا خطوات كتابة نص علمي، عندنا أول حاجة عندنا المقدمة. المقدمة يكون عليها 0.25، المقدمة دائما يكون عليها 0.25. إذا المقدمة عليها 0.25، واش نديرو فيها حنايا؟ المقدمة دائما نديرو فيها تعريف للظاهرة بصفة عامة، تعريف للظاهرة بصفة عامة، وكذلك نديرو سؤال فلسفي، نعاودو نطرحو السؤال اللي دارولناهما في عاودو نطرحو السؤال بطريقتنا الخاصة. دونك نشوفوا في المثال. اذا المقدمه اللي قلنا فيها يكون فيها تعريف للظاهره بالاضافه الى سؤال فلسفي. الان في العرض، العرض يكون عندنا الحديث، نتحدث عن السؤال اللي طرحناه ونحاولوا نفصله في السؤال ونديروا الاجابه تاعنا على نديروا التفصيل تاعنا ولا التوسع على المطلوب في السؤال. وكذلك عندنا الخاتمه، بعد ذلك عندنا الخاتمه، الخاتمة تكون إجابة عن السؤال. إذا الخاتمة تكون إجابة عن السؤال. الآن عندنا مثال من الجيولوجيا. أعطاك المنطقة ألف، هذه اللي موجودة بين صفيحة إفريقيا وصفيحة أمريكا الجنوبية، وأعطاك المنطقة ب، هذه اللي موجودة بين صفيحة أمريكا الجنوبية وصفيحة نازكا. إذا قال لك، يقول لك في السؤال، يقول لك اكتب سؤال، يقول لك اكتب نصا علميا دقيق تتحدث فيه عن الظواهر الجيولوجية في المنطقتين. إذا تتحدث فيه عن الظواهر الجيولوجية في المنطقتين وعن الأدلة التي تثبت ذلك وعن العوامل المساعدة في تشكلها، معناها في تشكل الظواهر. الان اذا السؤال اللي طرحناه قال لك اكتب نصا علميا دقيقا تتحدث فيه عن الظواهر الجيولوجيه، سطروا عن الظواهر الجيولوجيه في المنطقتين وعن الادله وكذلك عن العوامل، عن العوامل المتسببه وليست المساعده، عن العوامل المتسببه. اذا عندنا ثلاث اشياء في النص العلمي. اول حاجه نحددوا الاشياء المطلوب منا، الاشياء المطلوب منا الحديث عنها في النص العلمي. في النص العلمي هذا واش عندنا؟ عندنا ثلاث اشياء، عندنا الظواهر الجيولوجيه في المنطقه الف والمنطقه ب، عندنا الادله التي تثبت هذه الظواهر الجيولوجيه، وعندنا العوامل التي ادت الى تشكلها او العوامل التي ادت الى ظهور هذه الظواهر. هذه ثلاث اشياء اللي غادي نتحدثوا عليهم في هذو ثلاث اشياء اللي غادي نتحدثوا عليهم فيما يخص كتابه، فيما يخص العرض. اذا اول حاجه كيعطونا نص علمي، كيعطونا نص علمي، اول حاجه نروح نقراو السؤال جيدا، نحددوا الاشياء المطلوب منا بسطر. اذا نعاودوا نقراو مع بعضنا، اكتب نصا علميا دقيقا تتحدث فيه عن الظواهر الجيولوجيه. اول نقطه نتحدث، اول منطقه غادي نتحدث فيها في العرض هي الظواهر الجيولوجيه.
في المنطقتين. والحاجه الثانيه غادي نتحدثوا على الادله التي تثبت الظواهر الجيولوجيه، ونتحدث كذلك عن العوامل المسببه لها. اذا انا واش غادي نتحدث في العرض؟ نحدد واش هما الحوايج اللي غادي نهضر عليهم في العرض. في العرض غادي نهضر على الظاهرتان اللي في المنطقه الف، المنطقه الف واش عندنا؟ عندنا ظاهره التباعد لانها ظاهره وسط محيطيه. في المنطقه باء عندنا ظاهره التقارب لان يوجد خندق او يوجد منطقه تقارب. اذا غادي نتحدث على التباعد والتقارب. اول حاجه غادي نتحدثوا عليها هي التباعد والتقارب. الحاجه الثانيه غادي نتحدثوا على العوامل. العوامل غادي نتحدثوا على الطاقه الداخليه وعلى تيارات الحمل الساخنه والبارده. اذا في العوامل نتحدث عن الطاقه الداخليه، معناها تيارات الحمل. نتحدث عن تيارات الحمل، نتحدث عن دور تيارات الحمل في التباعد ودور تيارات الحمل في التقارب. والشيء الثالث، النقطة الثالثة اللي غادي نتحدثوا عليها في العرض هي الأدلة. في الأدلة نكتبوا الأدلة تاعنا حنايا واش عندنا؟ عندنا الدليل الهندسي، الدليل الجيولوجي، الدليل المستحاتي، كذلك توسع قاع المحيط، وبالإضافة إلى ذلك عندنا عمر الصخور الرسوبية. إذا عندنا الأشياء هذه كامل، عندنا الاشياء هذه كامل نتحدثوا عليها في العرض. الان في المقدمه، مادام غادي نتحدثوا على التباعد والتقارب، دائما كيكون النص العلمي في حركه الصفائح التكتونيه. النص العلمي دائما كيكون في حركه الصفائح التكتونيه. المقدمه دائما كتبوا هذه المقدمه، كيكون النص العلمي يتحدث عن الصفائح التكتونيه ولا عن حركه الصفائح التكتونيه ولا عن التباعد والتقارب ولا عن الحركات التكتونيه، دائما كتبوا هذه المقدمه تبقى ثابته. اذا المقدمه شنو نقولوا؟ نقولوا كانت الأرض، ولا كانت القشرة الأرضية، عفوا القشرة الأرضية عبارة عن كتلة واحدة تسمى بانجيا قبل 250 مليون سنة. في بعض المراجع تلقوها 215، في بعض المراجع تلقوها 240، في بعض المراجع تلقوها 250 سنة. ثم انفصلت مشكلة قارات، ولا مشكلة القشرة الأرضية الحالية، مشكلة القشرة الأرضية الحالية. هذه إذا فيما يخص المقدمة. خاصنا الآن السؤال. السؤال غادي نعاودو نصيغو، السؤال اللي عطانا هو هنايا غادي نعاودو نصيغوه بالصياغة الخاصة تاعنا. الآن نقولو فما هي الظواهر المتسببة، ولا ما هي الظواهر المؤدية إلى ذلك، معناها ما هي الظواهر المؤدية إلى تشكل القشرة الأرضية الحالية، وما العامل المسبب لها، وما العامل المسبب لها، وما هي الأدلة التي تثبتها. إذا هذا فيما يخص المقدمة، هذا فيما يخص المقدمة. الآن فيما يخص المقدمة مفهوم؟ الآن فيما يخص الآن المقدمة مفهوم. إذا قلنا المقدمة كانت الأرض عبارة عن كتلة واحدة تسمى بانجيا قبل 250 مليون سنة، ثم انفصلت مشكلة القشرة الأرضية الحالية. فما هي الآن؟ هذا هو كملنا هنا. هذه هي الإشكالية، الإشكالية تبدأ منها، إشكالية تبدأ منها. فما هي الظواهر المؤدية إلى ذلك، وما هي العوامل ولا العامل المسبب لها، وما هي الأدلة التي تثبت ذلك. هنا نكونوا كملنا المقدمة، وتكون بلي هذه المقدمة تبقى ثابتة ما عدا الإشكالية للتغيير. مقدمة كيكون على حركة صفائح تكتونية أو حركة التباعد أو التقارب أو ثبات حجم الأرض. الآن المقدمة هذه تبقى ثابتة ما عدا الإشكالية للتغيير على حساب العناصر المطلوبة في
السؤال. الآن روحوا لي العرض. أول حاجة في العرض، أول مطلب في العرض نحكيه على حركة التباعد، نحكيه على حركة التباعد ونحكيه على السبب، السبب فيها. إذا المطلب الأولى اللي هي التباعد. إذا التباعد يحدث في التباعد، واش نديرو؟ نحكيو عليه وين يحدث، ونحكيو واش هو العامل المسبب به، واش هي النتيجة تاعه. إذا التباعد يحدث في المنطقة ألف، معناها في الظهر الوسط محيطية، ظهر الوسط محيطية. إذا التباعد يحدث في الظهر في المنطقة ألف هي الظهر الوسط محيطية، نتيجة ماذا؟ نتيجة إذا يحدث في المنطقة ألف هي الظهر الوسط محيطية، نتيجة ماذا؟ نتيجة حركة التيارات الحمل الساخنة، نتيجة حركة تيارات الحمل الساخنة، تيارات الحمل الساخنة على مستوى الاستينوسفير، على مستوى الاستينوسفير. إذا نتيجة حركة تيارات الحمل الساخنة على مستوى الاستينوسفير، والتي تؤدي إلى تباعد الصفيحتين، والتي تؤدي إلى تباعد الصفيحتين اللي هي الإفريقية والأمريكية الجنوبية. كي تباعد الصفيحتين، تباعد الصفيحتين هذا يؤدي إلى خروج ماذا؟ مما ينتج عنه خروج للماغما في الريفت، ولا على مستوى منطقة الريفت، على مستوى منطقة الريفت، والتي تتبرد بفعل درجة ولا بفعل تلامسها مع الماء، والتي تتبرد بفعل تلامسها مع الماء مشكلة قشرة أرضية ولا مشكلة قشرة محيطية جديدة. إذا هذا فيما يخص التباعد، هذا فيما يخص التباعد والحاول والعامل المسبب له. لقينا بلي أن التباعد والعامل المسبب له هو ماذا؟ تيارات الحمل الساخنة الصاعدة على مستوى منطقة، على مستوى المنطقة ألف هذه، أو على مستوى الظهر الوسط المحيطية. الآن نروح نحكيو على الجزء الشيء الثاني ولا الظاهرة الثانية اللي هي التقارب. التقارب إذا يحدث في المنطقة ب اللي هي الخندق، منطقة الغوص، نتيجة ماذا؟ نتيجة هذا التقارب يكون نتيجة ماذا؟ يكون نتيجة تباعد صفيحة، تباعد صفائح من الجهة الأخرى، نتيجة تباعد الصفائح من جهة أخرى، ويكون بغوص صفيحة محيطية تحت صفيحة محيطية أو قارية، بغوص صفيحة محيطية تحت صفيحة محيطية أخرى أو قارية، وهذا لنزول تيارات الحمل الباردة، وهذا لنزول تيارات الحمل الباردة. إذا حكينا على التقارب، حكينا على التباعد، وحكينا على العامل المسبب له. الآن راح نشوفوا الأدلة، نحكي على الجزء الثاني من العرض اللي هو يحكي على الأدلة. ما هي الأدلة التي تثبت حقيقة وجود حركة للصفائح التكتونية؟ إذا في الأدلة، أول حاجة نبدأ الآن الأدلة. إذا استدل العالم فيجنر بالأدلة التالية، ولا أثبت العالم فيجنر حركة الصفائح التكتونية بالأدلة التالية. عندنا واحد، الدليل الهندسي. في الدليل الهندسي نشرحوا الدليل الهندسي وش هو. نقولوا بالمضاهات،
ولا من المضاعات بي المضاعات بين افريقيا، بين الحواف الشرقيه لامريكا الجنوبيه والحواف الغربيه لافريقيا، نجد ماذا؟ نجد وجود تطابق بين الحواف. اذا من المضاعات بين الحواف الشرقيه لافريقيا، عفوا، حواف الشرقيه لامريكا الجنوبيه والحواف الغربية لإفريقيا، نجد تطابق في الحواف. هذا الدليل الأول اللي هو الدليل الهندسي. الآن الدليل الثاني اللي هو الدليل الجيولوجي. في الدليل الجيولوجي يقولوا بالمضاعات. دليل جيولوجي هذا متعلق بنوع الصخور وعمر الصخور ومكونات الصخور. اذا نقولوا الان بلي في الدليل الجيولوجي يقولوا بالمضاعات بين عمر ونوع الصخور المشكله للحافتان، وجدنا انه يوجد تطابق بين الحافتان. اذا يوجد تطابق بين ولا في نوع وعمر الصخور الرسوبية، معناها الصخور الموجودة في الطبقات الداخلية وليس الصخور الموجودة في الطبقات الخارجية. الآن الصخور موجودة في الطبقات الداخلية هي الصخور الرسوبية بين الحافتين. هذا الدليل الجيولوجي. الآن الدليل التالي هو الدليل المستحاتي. كذلك وجد العلماء عن طريق التنقيب في كل من افريقيا، عن طريق كل من التنقيب من افريقيا من جنوب افريقيا في جنوب افريقيا وكذلك في البرازيل، وجد العلماء مستحاتات حيوانيه اللي هي لحيوان الميزوزور، ومستحاتات نباتيه اللي هي لحيوان الكلوس لنبات عفوا الكلوس بيتريس. لقاو يوجد تطابق بين المستحاتتين في المنطقتين هذو، وهذه المستحاتتين موجودتين غير في المنطقتين هذو. هذا ما يدل على ان المنطقتين كانتا عباره عن منطقه واحده وانفصلت. اذا الدليل المستحاتي، اذا يوجد تطابق في المستحاتات الحيوانيه اللي هي الميزوزور والنباتية اللي هي الكلو سبيتريس بين حواف بين نقولوا بين أمريكا بين جنوب إفريقيا وأمريكا والبرازيل. هذا في الدليل المستحاتي. الآن روحوا توسع المحيط. الدليل الرابع اللي هو التوسع المحيطي. الدليل الرابع اللي هو التوسع المحيطي ونتبتوه بالمغناطة. إذا قلنا إذا في الأدلة عندنا الدليل الهندسي، الدليل الجيولوجي، الدليل المستحاتي، الآن عندنا التوسع المحيطي. التوسع المحيطي واش على واش نحكيو؟ نحكيو على المغناطة في قاع المحيط. نقولوا يوجد تطابق، نقولوا يوجد تطابق بين يوجد تطابق في المغناطة على يوجد تطابق، وكذلك كيفاش نقولوا تطابق بين جانبي ولا على جانبي الدائرة الوسط المحيطية فيما يخص المغناطة. هذا كذلك دليل على التوسع. إذا يوجد تطابق على جانبي الظهر الوسط محيطية فيما يخص المغناطة، فيما يخص المغناطة، وهذا دليل على تشكل
المحيط خلال أزمنة مختلفة انطلاقا خلال أزمنة مختلفة. الآن عندنا الدليل الخامس اللي هو عمر الرسوبيات أو عمر الصخور. في عمر الرسوبيات أو عمر الصخور على مستوى المحيط، كي داروا الدراسة، فكروا هذا الرسم هكا، هذه صفيحة محيطية مثلا أو صفيحة قارية، جاو داروا البير الأول هنا، داروا البير الثاني هنا، داروا البير الثالث، داروا البير الثالث هنا، لقاو مثلا هذا العمق هذا، لاحظوا بلي العمق هنايا ماشي كيما العمق هنا، ماشي كيما العمق هنا، كلما ابتعدنا من الظهر الوسط المحيطية في اتجاه القارة كلما زاد العمق، كلما زاد عمق كلما زاد السمك عفوا، كلما زاد سمك الرسوبيات. كذلك القوى بالمتين هنا، العمر هنا 1 مليون، هنا 2 مليون، هنا 4 مليون، وكلما ابتعدنا عن الظهر الوسط المحيطية في اتجاه القارة زاد عمر الصخور وزاد سمك المنطقة الرسوبية، لهذا يعتبر دليل على التوسع. إذا في عمر الرسوبيات نقولوا كلما ابتعدنا عن الصفيحة ولا ابتعدنا عن الظهر في اتجاه القارة زاد عمر الرسوبيات ولا عمر الصخور وسمكها، وهذا دليل قاطع على تشكلها انطلاقا من الظهر، تشكلها انطلاقا من الظهر الوسط محيطية. إذا إلى هنا نكون قد أجبنا عن السؤال الفلسفي والإشكالية اللي عندنا، اللي هي فيما ما هي الظواهر المؤدية لذلك، هي ظاهرة التباعد والتقارب. ما العوامل المسببة لها؟ العوامل المسببة لها هي تيارات الحمل الساخنة على مستوى منطقة التباعد، وتيارات الحمل الباردة أو النازلة على مستوى منطقة التقارب. وما هي الأدلة التي تثبتها؟ أكدنا الأدلة التي تثبت ذلك. بالنسبة عندنا دليل آخر نقدر نثبتوا به التقارب، اللي هو دليل منحنى بينيوف أو المنحنى توزع أو منحنى توزع بؤر الزلازل. هذا كذلك الدليل تقدروا تضيفوه وتقولوا توزع الزلازل أو بؤر الزلازل تحت على مستوى منطقة الغوص، اللي هي دليل على غوص الصفائح ولا دليل على حدود تقارب للصفائح. الآن فيما يخص الخاتمة، الخاتمة نروح نجاوبوا فيها، نديروا فيها إجابة ولا حوصلة على، نديروا فيها إجابة على الإشكالية تاعنا. في الإجابة تاعنا في الخاتمة واش نديروا؟ نقولوا بلي أن على مستوى تحدث ولا يوجد ظاهرتان جيولوجيتان هما التقارب والتباعد، تحدثان بفعل ولا تحدثان بفعل ماذا؟ بفعل الطاقة الداخلية وبفعل تسرب الطاقة الداخلية من باطن الأرض على شكل تيارات حمل. والأدلة التي تثبت ذلك هي الأدلة سابقة الذكر. عاودوا كتبوا مع بعضكم، عاودوا كتبوا في الورقة الخاتمة هذه. إذا واش نقولوا في الخاتمة؟ في الخاتمة نقولوا بلي أن الظواهر الجيولوجية في المنطقتين السابقتين هي التقارب والتباعد، تحدثان بفعل ماذا؟ بفعل خروج الطاقة الداخلية للأرض أو تسرب الطاقة الداخلية للأرض على شكل تيارات حمل باردة وساخنة. والأدلة التي تثبت ذلك سبق ذكرها في العرض. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا النص العلمي. نعود نذكر في النص العلمي واش عندنا. في النص العلمي عندنا المقدمة عليها 0.25، عندنا العرض تقريبا عليه 2 نقاط، وعندنا الخاتمة عليها 0.25. في المقدمة دائما إذا كانت المقدمة تحكي على الصفائح التكتونية، دائما نقول دائما إذا كانت المقدمة تحكي على الصفائح التكتونية دائما نديروا هذه المقدمة. كانت الأرض عبارة عن كتلة واحدة تسمى بانجيا قبل 250 مليون سنة، ثم انفصلت مشكلة الأرض الحالية. بعد ذلك نقوم بصياغة الإشكالية على شكل سؤال فلسفي أو سؤال علمي، ثم نقوم بالعرض. في العرض نحدو أول حاجة، نحدو المطلوب منا في العرض، على واش حابين نحكيو في العرض، نحدو المطلوب بدقة، لأنك إذا قدرت تحدد المطلوب بدقة باش ما تخرجش على الموضوع. نحدوا المطلوب بدقة، نحدوا العناصر اللي حابين نتحدثوا عليهم، وكل عنصر نتحدثوا عليه في مطة. مثلا أنا درت هنا التباعد وحدة، درت التقارب في مطة وحدة، درت التباعد ودرت العامل المسبب ليه اللي هو تيارات الحمل، درت التقارب والعامل المسبب ليه هي تيارات الحمل النازلة.
فلذلك رواية الأدلة كل دليل نديروه في مطأ، كل دليل نديروه في مطأ، ثم بعد ذلك نروحو نديرو الخاتمة. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا البث المباشر، نتمنى أن نكون قد أفدناكم. اللي عنده سؤال أو تساؤل يخليه في التعليق أسفل الفيديو. شيء ثاني بالنسبة لولاية قسنطينة الجزائر العاصمة ووهران أو الولايات المجاورة لها، الناس اللي يقدروا يجوا للولايات هذو، كاين دورات تعليمية فيما يخص تعلم منهجية الإجابة، الناس اللي تقدر تجي للولايات هذو تلقاو معلومات أسفل هذا الفيديو في الوصف حول تاريخ الدورة في كل ولاية، حول الثمن سعر الدورة في كل ولاية، وكذلك حول طريقة التسجيل تلقاو الرقم تاع الأستاذ، تلقاو الرقم تاع المدرسة باش تقدروا تسجلوا. صحة فطوركم، ما تنساوناش من الدعاء تاعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.